ممكن نبدا طبعا. النادي الاهلي عنده مباراه صعبه. يمكن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي اخر 10 دقائق وهو هدف يعني كان اثناء المباراه الناس شايفه ان هو بعيد الاهلي رايح لسكور. وجهه نظر الهدف ده ممكن يقلب سيزون الاهلي تماما. يعني يقلب سيزون الاهلي من الاهلي تقريبا فور مارك ان هو ياخد كل البطولات. لان الهدف ده وجهه نظري لو لا قدر الله الاهلي خسر بطوله افريقيا هناك في الوداد وهي مباراه صعبه عشان بس محدش يقول مباراه طبعاً صعب. اصعب عشان بس الناس بتقول اصل مباراتين المباراه دي اصعب مباراه السنه فاتت. يعني السنه فاتت الاهلي مركز ان هو جيم واحد 90 دقيقه الملعب على قد ما قدر اداره النادي الاهلي ان هي توفر مساحه من الجمهور او توفر ان الملعب يبقى فاضي. المره دي الكلام ده مش موجود. الملعب تقريبا هيبقى مقفول لجمهور الوداد. كولر لو خسر المباراه دي هيمشي من النادي الاهلي. عليك عاركو يا باشا. انا بص انا عايزك تجيبه لمسه اكتاف طبعا الكلام ده اسلامي ممكن يكون شويه متحامل قوي. لا هو مش متحامل هو بيستفزك عشان انت عاركو فتقول بس انا عاركو بالعقل. ايوه كده. السنه اللي فاتت هو كان مش متحامل هو عارف ان كله مش ماشي ولا حاجه بس هو بيرميها لك. هو بيتمنى كولر يمشي. لا هو هيمشي هو هيمشي. لا هو بيرميها لك. مش هيمشي ان شاء الله. ايه كانت النتيجه تمنيات ولا يا اخي سيبه يتكلم. ماتش السنه دي ممكن يكون بالنسبه للنادي الاهلي هو من وجهه نظري اسهل من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت ظروف الاهلي كانت صعبه. الاهلي كان داخل فاينل قدام المغرب في اجواء من وجهه نظر الجماهير واللعيبه ما كانتش عادله. صح. انت بتوديني في فاينل بتلعبني على ملعب الخصم اللي انا رايح العبه. الاجواء مش اللي هي العادله ان انا بلعب في ملعب فاصل. الاهلي كان رايح مش في افضل حالاته الفنيه السنه اللي فاتت. الاهلي كان عنده مشاكل في الدوري السنه اللي فاتت. كان الفريق بدنيا مش في افضل حالاته عكس السنه دي. السنه دي الفريق رغم ان هو متاخر بست جولات عن بيراميدز الا ان هو متصدر الدوري. الفريق بيقدم مستوى قوي مع كولر في الفتره الاخيره وتحديدا الجزء اللي بعد مباراه سان داونز. الفريق تحول تماما وبقى متماسك دفاعيا اكتر وبقى في حته الهجوم في حلول كتيره للنادي الاهلي مع كولر. في بعض النغمه في نغمه منتشره ان الاهلي خسر كسب 2-1 في القاهره فاذا الاهلي كده خلاص الدنيا خلصت واللعيبه المفروض تبقى راحه ان هي راحه تخسر وان الماتش صعب. انت كانك خسرت في القاهره. لا ده غير صحيح طبعًا. الاهلي بيلعب فريق قوي متوقع جدا ان الاهلي ما كانش يكسب سكور. الاهلي مش داخل يلعب فريق. الاهلي بيلعب فريق واخد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت. فريق اللي مؤسسه وليد الركراكي اللي هو محقق رابع كاس عالم في كاس عالم المنتخبات مع المغرب. فكان ده متوقع. انت بتلعب فريق ليه انياب فريق من المتوقع انه يكون ند قوي ليك. كان في مشكله عند لعيبه النادي الاهلي ان هي كانت دماغها كل تركيزها ان انا عايز اكسب سكور. انا داخل جيم جبت واحد كسبان اتنين برضو مش قادر ان انا اهدي الريتم شويه اخلي الريتم اقل شويه ان انا خلاص لازم اهدى ان انا كسبان اتنين لازم اقفل ملعبي. معانا صوره لو شفناها يمكن يلا بتاع الهدف الـ الاول بتاع الوداد. هاتوا الصوره بتاعت احمد حنفي على طول. هنلاقي ان الفريق رغم ان الاهلي متقدم 2-0 رغم ان الدقيقه 86 رغم ان الامور بالنسبه للنادي الاهلي ممكن تكون حظوظ وخلاص ان انا احقق البطوله كبيره جدا ان النتيجه 2-0 والدقيقه 86 المفروض اتراجع بقى واقفل ملعبي اقلل المساحات احاول اخلي الفريق كومباكت اكتر. ولكن لما نيجي نبص دي صوره الهدف بتاع الوداد هتلاقي الكره اتقطعت مع علي معلول لحقها علي معلول شتت الكره وصلت لنص الملعب. فدي وضعيه كان المفروض عدى عليها 6 او 7 ثواني من استحواذ الوداد على الكره. يعني انت من المفروض في الحته دي انت ليك الزياده العدديه اكتر من فريق الوداد. لو جيت تبص في فريق الوداد هتلاقي 7 موجودين من فريق الوداد مقابل 6. الحاجه الثانيه برضو الفريق النادي الاهلي ده 86 في الكره دي. يعني انت المفروض بتحاول انك تكون قريب قوي 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 في الحته الدفاعيه دي لان انا خلاص انا كسبان 2-0 انا حظوظي اقوى من الوداد. انا بالنتيجه دي هتكون حظوظي كبيره قوي ان انا احقق البطوله. فين تاو؟ مش موجود تاو في الصوره. رغم ان الكوره بقالها اكتر من 6 او 7 ثواني مع لعيبه الوداد. فين حسين الشحات؟ مش موجود. فين حمدي فتحي؟ مش موجود. هل ده كان تاثير من لعيبه النادي الاهلي؟ لا ده ما كانش تاثير. لعيبه النادي الاهلي كان كل تركيزها ان انا اجيب الثالث عشان اكسب سكور عشان اهدي الجماهير اللي هي عايزاني اكسب سكور لان دي هي بالنسبه لنا وبالنسبه للجماهير فرصتنا الاولى ان احنا نكسب سكور في القاهره عشان ما نروحش المغرب. وحسبتي يا احمد لو تسمح يعني انه الوداد طمعك يعني ايه؟ يعني فعلا الاهلي كان مسيطر على المباراه طولا وعرضا والاهلي كان افضل في كل شيء. كان في فرق جوده في الملعب طبعًا بين الاهلي بس طبعًا. الوداد ما كانش سهل. هي دي الخدعه اللي انا اعتقد الحاجة الوحيدة بمناسبة عليكني يعني إسلام الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحسب على كولر إنه جه في الآخر وهو كمان طمع مع اللعيبة
ان هو ايه لا 2-0 ايه لا ده انا ممكن اكسب 3-4 لا. بس الوداد اللي انت قلته بقى من شويه الوداد فرقه مش سهله، الوداد عندها انياب، الوداد فرقه خطيره. بس الجمله اللي انت قلتها عشان بما انها عاركني يعني تمام، لا كولر هيمشي وتصوري وكله في علم الغيب، ولا الاهلي هيخسر ولا هياخد بطوله افريقيا. وقلت النهارده في المقدمه انه اراهن على الاهلي لو حالته الفنيه كويسه، ما راهنش على الجمل اللي هي مهمه اللي هي زي ايه روح الفانيلا الحمراء والشخصيه. لو روح الفانيلا الحمراء والشخصيه وحاله الاهلي الفنيه مش حلوه الاهلي يخسر عادي جدا، بس لما يبقى كل دول مع بعض الاهلي يكسب. عشان كده متفائل جدا الاهلي يكسب في المغرب.